مايا رحال من ومضة مع ياسمين المهيري من سوبر ماما. هاي ياسمين، كيفك؟ هاي مايا، كيفك انتي؟ تمام. وين موجودة حاليا؟ انا موجودة في الهوم اوفيس في القاهرة، احنا عشان بنشتغل من البيت فمش فارقة بالنسبة لي البيت من الشغل، هو في المكتب. تمام. خبرينا شوي عن سوبر ماما. سوبر ماما اول موقع بالحجم ده متخصص للأمهات في الوطن العربي، بيناقش أجزاء مختلفة جدا من حياة الأم، مش بس مثلا أما نقول أم معناها حمل وولادة وتربية أبناء وصحة ومدارس، لا كمان بنغطي حياتها كأنثى، مثلا امرأة عاملة إزاي علاقتها مع زوجها، علاقتها مع بقية الأسرة، إزاي تهتم بنفسها، موضة وجمال، المطبخ، المعلومات الغذائية ووصفات أكل تقدر تعملها، سواء مثلا حاجة زي لو كالوري لو هي عاملة جيم، أو وصفات سريعة لو هي بتشتغل ومش فاضية ما عندهاش وقت، إزاي تاخد بالها من البيت، تعمل ميزانية، توضب وقتها، وحاجات تانية كتير. كمان سوبر ماما في جزء مناقشات، المناقشات دي المكان اللي المامهات تقدر تتناقش فيه مع بعض وتنقل خبرتها، لو حد عنده سؤال بيسأل وبيلاقي الأمهات التانية بتجاوب عليه. وأخيرا في مجموعة من الأدوات بتساعد على تنظيم الوقت والفلوس، زي مثلا سلة المشتريات أو أداة لمتابعة الدورة الشهرية، والأدوات دي بتزيد كل شوية. كتير حلو إنه يكون هذا الموقع بيتوجه من الأمهات للأمهات. كيف بتحس هذا الشيء عم بحفز للشغل أحسن؟ طبعا احلى حاجه فعلا زي ما قلتي ان هو من الامهات للامهات، فانا معظم الكاتبات عندي امهات فعلا بيشتغلوا في وقت فراغهم بيكتبوا لي المقالات دي، حسب مش حسب خبرتهم، لان احنا بنهتم قوي ان المعلومات تبقى موثقه فمتراجعه من دكتور او اخصائي غذاء او اخصائي تربيه، بس بيبقوا ادرى بالمشكله اللي الام بتواجهها والاجابه اللي محتاجه تسمعها، فبالتالي هو فعلا من أم الأم. كثير حلو. شو نموذج العمل اللي اعتمدتوه؟ يعني البزنس موديل؟ احنا البيزنس موديل بتاعنا، نموذج العمل بيعتمد على طرق مختلفة للربح، فرغم ان احنا بنقدم المعلومات والسبسكريبشن او الممبرشيب تماما مجانا لكل أم، الا ان احنا بنعتمد على حاجه زي الدعايه والاعلان على الموقع، مش بس بالطرق التقليديه اللي هي بانرز، لا احنا كمان نقدر نعمل برودكت ريفيوز، نقدر نعمل كونتنت من ماركه معينه، تقدر تعمل سبونسر شيب لجزء معين في الموقع، وعندنا جزء جديد بنعمله اللي هو الاس ام اس سيرفيس، بحيث ان هنبتدي في مصر ان شاء الله من اول الشهر تقدر الام تشترك في خدمه اس ام اس معينه بيجي لها نصايح لحد الموبايل. في نموذج تاني اللي هو الافيليت، احنا مثلا بنتعاون او بنحاول نبني نتورك من خدمات الاي كوميرس والجروب ديلز اللي متوفره في الوطن العربي، ننقي منها المناسب للأم نعرضه على سوبر ماما، ولو الأم اشترت عن طريق سوبر ماما، سوبر ماما بتاخد نسبة، فبنحاول ننوع يعني. حلو. كيف عم تمولوا للمشروع لهلأ؟ احنا لحد دلوقتي كنا تمويل ذاتي مني أنا وزينة الشركة في الموقع، وكان عليهم كمان جوائز من المسابقات كسبناها، بس ان شاء الله قريب قوي بنخلص الفاندنج بتاعنا، راوند اوف فاندنج، وهيكبر بقى بعد التمويل ده مستوى تاني خالص. خبريني عن المسابقات اللي ربحتوها لليوم. احنا ابتدينا اصلا المشروع، في الفكره جات لنا في اكتوبر 2010، فعلشان ننفذ حاجه قررنا ان احنا نرتبط بديدلاين حتى لو ديدلاين وهمي، فاشتركنا في مسابقة MIT Business Plan Competition 2010 2011، وبالصدفة كنا من ال 30 سيمي فاينالست، على كانوا سنتها تقريبا 4000 ابلكيشن. احنا صراحة ما صدقناش نفسنا في الأول، لأن كانت الفكرة زي ما تقولي مش كاملة خالص، كانت very immature،
بس شجعتنا ان احنا نشتغل بطريقه منظمه، وشجعتنا ننظم افكارنا. وبعدين خلال الفكره دي، خلال ام اي تي، قابلنا ناس كتير وحضرنا تريننج ساعدنا ان احنا ننظم افكارنا ونشوف هنتحرك ازاي. بعدها دخلنا، احنا للاسف ما كملناش الفاينلز سنتها، بس اتعلمنا منها كتير، وتعلمنا ان احنا نكمل في المسابقات. فدخلنا كومبيتيشن في القاهره اسمها نكست تشالنج كومبيتيشن في جون 2011. المسابقه دي برضو كانت الاول اسبوعين من التريننج، وبعدين كومبيتيشن كسبنا فيها واحد من ضمن 4 جوائز، عباره عن 3 اشهر انكيوبيشن بروجرامز ستارت اب بوت كامب في الدنمارك. واحنا في الدنمارك اتعرفنا على مسابقه على مستوى اوروبا كلها في بولندا، فقدمنا فيها. وبالصدفه البحته قبلونا، ما تصورناش ان هم ممكن يقبلوا فريق عربي في مسابقه اوروبيه. بس مش بس قبلونا، وكسبنا فيها الجائزه الاولى اللي هي قيمتها 10,000 يورو، وكمان كسبنا جائزه الجمهور 2 لابتوبس. وفي نفس الاسبوع عرفنا ان احنا اتقابلنا تو بريزنت في عرب نت في القاهره في اكتوبر 2011. وجينا القاهره، قدمنا البرزنتيشن بتاعتنا، والحمد لله برضو كسبنا المركز الاول. اللذيذ ان مسابقه بولندا وعرب نت القاهره كانوا بعد اسبوعين من ان احنا اطلقنا الموقع لايف. قبلها كان كل المسابقات دي بنكسبها على فكره، بس على فكرة بس، إنما في عرب نت والمسابقة بتاعت بولند كانت الموقع لايف وكان عليه فيزيتس، وعشان كده كنا very strong في المسابقة إن إحنا بنقدم حاجة تظهر على أرض الواقع. يعني أكيد إنه هالمسابقات كانت كتير كتير مشجعة لإلكم، طبعا إنه تشوفوا طبعا، قديش لأن المجتمع عم بيتحمس على المشروع وواقف حدكم عم بيدعمكم. اولا الدعم، تاني حاجه بتحسي ان فعلا في فايده في اللي انت بتقدميه. ساعات الواحد كتير قوي بيصاب باحباط اما الدنيا تبقى صعبه، لما ديدلاينز تفوت، لما تيجي تتكلمي مثلا مع انفسترز ويقفلوها في وشك. بس لما بتكسبي في مسابقه، مش الفوز نفسه اللي بيرفع المعنويات قد ما الرياكشن بتاعت الجمهور، او الرياكشنز بتاعت الناس اللي مقدمين معاكي. يعني بعد ما تكسبي في مسابقه كل الناس يقولوا لك برافو ياسمين، انتوا تستاهلوها، ده اللي بيرفع معنوياتك وبيشجعك. اكيد اكيد. ياسمين، خبرينا شوي عن التحديات والمصاعب اللي واجهتوها لحد هلا. احنا اول تحدي بالنسبه لنا طبعا ان احنا موقع في مصر، الوضع الاقتصادي في مصر صعب جدا اليومين دول. فبالتالي زي ما هنقول المونتايزيشن، او انك تعملي فلوس، كل الشركات او البراندز الكبيره ابتدت تقلل الماركتنج بادجتس بتاعتها. وبما ان الاونلاين ادفرتايزنج لسه مش ما وصلش في قوه التلفزيون فمثلا، او الجرايد، فمن بتبان دايركتلي في الحكايه دي. تاني حاجه، بما اننا شركه ناشئه برضو، فاحنا وكنا معتمدين لحد دلوقتي على التمويل الذاتي، فاحنا النسبه اللي احنا نقدر نصرفها على الماركتينج بتاعنا عشان نوصل للجمهور مش كبيره. فبالتالي سرعه ان انت تبني قاعده جماهيريه كبيره ابطا كتير من المواقع الكبيره القائمه. فدي طبعا دايما بتبقى تحديات بتقابليها، ان انت عارفه ان انت معاكي موقع عالي جوده، المعلومات اللي فيه حقيقي مختلفه عن كل حاجه تانيه، وبتقارني دايما بحاجه بقالها مثلا 6 سنين عددها كبير جدا، بس في نفس الوقت الجوده بتاعتها مش سيئه. طبعا احنا بالنسبه لنا في تحدي تالت، ده خاص لينا احنا بالذات، ان احنا بنعتمد على زي ما قلت لك امهات بتشتغل من البيت حسب وقتها. طبعا انك تشتغلي مع امهات قد ما هي ميزه لينا، ان انت بتشتغلي مع الناس اللي حقيقي احسن حد يدي المعلومه واحسن حد يسال عن المعلومه، الا ان هي بتبقى اصعب كتير في الاداره، لان كل واحده مرتبطه بمواعيد مدارس ومواعيد زوج، والام اللي هتولد، طب وبعد الولاده هحتاج اجازه شهر او شهرين، مش هقدر ابقى معاكم. وبعدين المواعيد تبقى ملخبطه، تكتب مقال تيجي تراجعي لها، محتاجين تصليحات، طب اديني اسبوع لان الاسبوع ده عندي ظروف. فالاداره بتاعت الموضوع ده صعبه شويه. طبعا طبعا، بس الواضح انه في شبكه كبيره عم تدعم سوبر ماما، شبكه بين الحمد لله احنا العدد بتاعنا زاد قوي، وكل ما
الناس بتسمع عنا اكتر، بيجي لنا ناس متطوعه اكتر عايزه تكتب معانا او عايزه تشارك معانا. كنا وصلنا في فتره ان احنا ما عناش غير 5 سيدات بيكتبوا بس، دلوقتي ساعات بنوصل ل 15 و18. اعتقد ان احنا على اول الشهر الجاي هنوصل ل 20 كاتب وكاتبه، لان احنا عندنا دوره من بنسميها الترايل بيريود، قبل ما حد نقدر نقول ان ده متطوع مع سوبر ماما. بنكتب مقالين او 3 ويتراجعوا ونتاكد ان هم ماشيين على عندنا الدليل الكتابه في سوبر ماما، لازم تبقى حاجه حسب جوده معينه. برضو عدد الدكاتره اللي بيراجعوا معانا بيتغير، الاول كان معانا مجموعه، بعدين المجموعه دي اتغيرت، ودلوقتي بنحاول ان احنا نثبت زي ما هنقول البانل اوف اكسبرتس بتاعت سوبر ماما. فهي مجموعه كبيره بس بتختلف، يعني كل شويه بتتجدد. طبيعي. كيف بتختاروا المواضيع اللي بتكتبوا عنها؟ من وين بتستوحوها؟ بصي، عندنا 3 مصادر بنستوحي منها، يا اما من خلال الاسئله اللي الامهات بتسالها سواء على الواقع نفسه او على فيسبوك او على تويتر. لما بتلاقي ان الموضوع اتطرح اكتر من مره يبقى واضح ان احنا ما غطيناهوش بطريقه كافيه ونقدر نتكلم فيه اكتر. تاني حاجه بناخدها من الاكسبرتس نفسهم، يعني دكاتره الحمل بيقولوا لنا مثلا ما ينفعش تتكلموا، ما تتكلموش في الموضوع الفلاني، لازم تغطي كل البيسكس عشان الام يبقى عندها معلومه كامله. الجزء الثالث مواقف معينة بنعدي فيها أو حاجة ليها علاقة بموسم معين، يعني مثلا أبريل في مصر كان أعياد الربيع وشم النسيم، فغطينا الموضوع ده بكثافة، يعني اتكلمنا على مثلا عملناه زي ما تقولي theme of the week أو theme of the month، اتكلمنا على كل الألعاب اللي تقدري تلعبيها مع الأطفال بره البيت، بما إن دلوقتي الجو ما بقاش برد وبقى حر فنقدر نلعب في الجنينة. اتكلمنا عن تلوين البيت والحاجات الربيع المختلفة، اتكلمنا كمان على حساسية فصل الربيع، فصل الربيع مشهور فيه قوي حبوب اللقاح بتبتدي تنتشر، والناس اللي عندها حساسية زينا مثلا بتبتدي تزيد، وأمهات كتير ما بتبقاش عارفة تعمل إيه مع أولادها، إزاي تفرقي بين الحساسية والبرد مثلا. صح. فهي دي طرق اللي احنا بنستوحي بيها المواضيع. ياسمين، شو خططكم التالية؟ خططنا التالية زي ما بقول لك، خدمة الأسم أسم إن شاء الله هتبتدي الشهر الجاي في مصر كتجربة، وبعد كده هنحاول ننتشر في بقية الوطن العربي. على نهاية الصيف بإذن الله هيبقى في أول موبايل أبلكيشن. من الخطط التانية طبعا ان احنا نتوسع في الماركت، فاحنا حاليا رغم ان احنا مركزين على مصر احنا بنتكلم خفيف مع بنحاول نوصل للسعودية والامارات، وبعد كده هنتحرك منهم لباقي الدول العربية، وبعد كده ان شاء الله نوصل للامهات العرب المغتربات اللي ساكنين بره. فده من جهة الانتشار. من الجهة التانية ان احنا عايزين زي ما بقول، بما اننا عايزين نعمل افيليت نتورك كبيرة، عايزين نوصل لاكبر عدد من المواقع البيع الالكتروني اللي مناسبة للامهات، نتعاون معاها ونعمل شبكة كبيرة كلها عشان تفيد الام نفسها. وبس. ياسمين، شكرا لمشاركتك تجربتك مع ومضة. نحن كتير محمسين نشوف سوبر ماما عم ينجح وعم يتطور اكتر، وكل الخير ان شاء الله. ميرسي مايا، وأنا كمان مبسوطة بيكم، ميرسي جدا.